بسمك اللهم نبدأ وعليك نستعين حفلنا الكريم أيها الأخوة المتابعين الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم السعيد في أرضية ميدان الأبيض منجم السبق. أسماء قادمة من جميع ميادين السلطنة حاضرة ومشاركة وباحثة عن أقوى التحديات في مهرجان الظافر. علي بن جميل الوهيبي الداعم اللامحدود لهذا الميدان لهذا الموروث الشعبي الأصيل. مشاهدين الكرام أيها الحفل الكريم، انطلق شوطنا هذا، انطلق الجعدان، انطلقت الأسماء، انطلق جبار الذي يستفتح إذاعة هذا الشوط. جبار سعيد بن سالم بن هلال العسكري المركز الثاني، أرى هنالك الوصول من جمران غصن بن سعيد الوهيبي ثالث التحديات، الواصل شاهين حمود بن سليمان الغعنوني. أما رابع التحديات الوصول من هملول مع عمير بن سلطان الهاشمي، وكذلك أرى هنالك الوصول والقدوم من قبل عزام علي بن العبد بن محمد المسلمي. الله الله يا هذه الأسماء اللامعة، الأسماء الرنانة، الأسماء القادمة في منجم السبق، منجم الأصايل، منجم الكبرياء. إذن العودة، العودة إلى جمران، إلى جمران. من يتقدم الجحدان؟ هذا جمران يلي ما من همان، يقدم لنا جمران غصن بن سعيد الوهيبي. ولكن شوف التغيير، شوف التغيير من مبلش، مبلش تقدم، يقدم لنا مبلش محمد بن عامر بن حمود البادي، البادي من بدأ يباعد البادي، يقدم لنا مبلش المركز الثاني. وصل هايم، وصل هايم محمد بن خليفة الهاشمي، وكذلك هنالك المركز الثالث، الوصول من شاهين حمود بن سليمان الغعنوني. الكيلي الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. إذن مبلش من يفتح، من يستفتح هذا الكيلو، هذا الكيلو، هذا الصعب، هذا الكيلو يلي متعب المشاركين وحتى المشاهدين. اذا مبلش على المركز الاول، المركز الثاني، اذا هنالك هايم، هايم. وثالثا الوصول، ركز يا مرصد، يا مرصد ركز على الغيلاني، شعار الغيلاني يقدم لنا، يقدم شاهين راشد بن محمد بن راشد الغيلاني. ولكن مبلش، ولكن مبلش أو جمران، جمران غصن بن سعيد الوهيبي. ما شاء الله راح جمران، راح على الصدارة، على البداية. وبدأت الأوان، وبدأت الأوامر، الثلاثمية متر الأخيرة الخطيرة، وأيضا الوصول من هايم، من هايم، وكذلك وصل شاهين. ولكن السلام، السلام إلى جمران، إلى جمران. خبرتكم، حذرتكم، أنذرتكم، ما من همان، ما من همان. جمران مع غصن بن سعيد الوهيبي، الوهيبي لله درك. أقف احتراما لهذا الشعار، وهذا إلى ميدان الدريز، ميدان الدريز. وهذه عوايد أهل ميدان الدريز مع جمران، يقدم لنا جمران غصن بن سعيد الوهيبي. المركز الثاني جاء هايم محمد بن خليفة بن خميس الهاشمي. ثالثا جاء هنالك شاهين مع راشد بن محمد الغيلاني. هكذا وأيضا رخاء أو رابع المراكز
الوصول من شاهين مع محمد بن سعيد الجحافي أو محمود بن سعيد الجحافي. التوقيت الزمني لهذا لجمران 4:31 و53 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. شكرا للزميل والمعلق المتميز سالم الكاسبي على التعليق في هذا الشوط القوي. تابعنا جميعا هذا الشوط وهذه إعادة ساعة وصول جمران خط النهاية، معلن بذلك فوزه وانتصاره في هذا الشوط قاطعا مسافة 3 كيلومترات في 4:30 و97 جزء من الثانية. تهانينا لغصن بن سعيد الوهيبي وجميع أخوانه، وتهاني موصول لأهالي ميدان الدريز بولاية القابل. أما المركز الثاني اللي احتل المركز الثاني هايم لمحمد بن خليفة بن خميس الهاشمي، توقيت الزمني 4:31 و95 جزء من الثانية. تهانينا للهاشمي. أما المركز الثالث هذه إعادة ساعة وصوله خط النهاية، معلن بذلك فوزه بالمركز الثالث. تهانينا لمالك شاهين راشد بن محمد بن راشد الغيلة.